صباح الخير. هذا ماشي بودكاست رقم 136. هو جاي البودكاست حيت حنا بين في الدورتين، بين الدورتين ديال البرلمان، الدوره الربيعيه عاد قربت تجي الجمعه الثانيه ديال ابريل. فهذا ماشي بودكاست، هذا انا بغيتو عباره عن رساله شكر، شكر وتقدير واحترام لعدد ديال الناس من مناضلين شباب وغير الشباب، قيادات في دراية اليسار الديمقراطي، إعلاميين كذلك اللي حاولوا يتصلوا بيا. كاين اللي بزاف ما جاوبتهمش، ما نكذبش عليكم، بزاف ما جاوبتهمش، أغلبيتهم اتصلوا بيا حيت عاد ساقوا الخبر بالقرار اللي خديت ديال عدم الترشيح ولا الترشح في الانتخابات المقبلة ديال 2021. واخا هما عاد ساقوا الخبر، واخا هذه راه قلتها شحال هذه من أكتوبر، قلتها بكل صراحه بكل شفافيه. كنشكرهم بزاف على ذوك الرسالات. ما غنتراجعش انا على الموقف ديالي بلا ما نعاود ندخل في التفاصيل ونفسر، ولكن سبب من الاسباب المهمين هي ديما كنت كنقولها وكنعتبر بان بزاف الناس كيحترموني عليها، بان السياسه ولا البرلمان مهمه برلمانيه ماشي خدمه ماشي حرفه، هذه مهمه عطاوها لي الناخبين المغاربه. كنشكرهم مره اخرى، هذه التجربه كانت بالنسبه لي رائعه، كنتمنى نكون كنت في المستوى، حاولت نكون مفيد لبلادي، هذه هي الطريق اللي شديت انايا، نكون مفيد ديما، ماشي معارضه من اجل معارضه، معارضه بناءه اكثر من ذلك. انا كنعتبر نفسي اصلاحي ماشي معارض، اصلاحي. وحتى الناس اللي احيانا كيتهموا الاخرين بالعدميين، انا ديما كنت كنقول لهم نتوما هما العدميين، انا بالعكس ملي كتكون شي حاجه مزيانه واغلبيه ديال القوانين وديال المبادرات الايجابيه ديما كنت كان ومازال الى اليوم كان كنشجعها وندعمها انا في منين ما جات انا. بون هذا امور مهمه. دونك رساله الشكر لهذوك المناضلات والمناضلين والقيادات والاعلاميين، ما غاديش نتراجع على الموقف ديالي، وكنطلب منكم عفاكم احترموا هذا الموقف، احترموه. كان سمحت احيانا الناس كيقول لي راه خيانه، لا سمحوا لي، زعما راه ماشي خيانه. انا التزمت مع الناس في 2015 و2016 من خلال الانتخابات لواحد المده اللي هنوب عليهم، لا على مستوى المدينه لا على مستوى البرلمان، ماشي طول الحياه. هذا فوالا، وماشي من الاخلاق ديالي انا، لا كنعتبر بان راه ماشي واحد شخص واحد هو اللي خصو يغير كل شيء، خاص مجموعه الناس. وكاين تبارك الله كاين الناس كما قلت في عدد ديال البودكاستات الاخيره، راه كاين اللي هيدير احسن مني ان شاء الله في البرلمان في هذه الولايه الجايه، من الشباب والشابات ومن غيرهم، من غير الشباب والشابات، وحتى على المستوى ديال المجالس المحليه. انا مقتنع بان كاين طاقات في المغرب، طاقات رائعه اللي هتلعب دور مهم في المستقبل. انا قررت ماشي اول مره كنقرر نرجع للور في حياتي السياسيه. انا السياسه راه كنديرها هذه منذ 20 عام. اول تجربه خديتها مهمه جدا بالنسبه لي هي ملي كنت مستشار جامعي في مدينه افران بين 2003 و2009. هذيك التجربه مهمه خديتها، بنيت انا نقولوا الشخصيه السياسيه ديالي في هذيك التجربه. فمتسالت هذيك التجربه وقفت، كذلك وقفت السياسه لمده 6 سنين ما عاودش ترشح. فبالتالي ما عارفين شنو المستقبل شنو يكون فيه، واش من هنا 6 سنين ولا 10 سنين غنبغي نرجع، ويمكن يثقوا يمكن ما يثقوش فيا الناس، ماشي اشكال. ولكن اليوم قررت نرجع للور باش نكون وفي الالتزامات ديالي الاخلاقيه والسياسيه، ونبقى في واحد الطريق. انا كنتامل لواحد المدرسه ديما كنقولها كذلك، واحد المدرسه ديال عبد الرحيم بوعبيد، هي مدرسه اللي كان كيقول عبد الرحيم بوعبيد الله يرحمه السياسه اخلاق. فانا بغيت نبقى وفي لهذوك هاد الاخلاق، نكون مفيد لبلادي. فكنت كنعتبر بان كنت حاولت نكون مفيد كنائب برلماني. اليوم بغيت ناخذ مسار اخر من غير هذا البرلمان، ونكون مفيد بطريقه اخرى لبلادي. فوالا، فمره اخرى شكرا جزيلا، والى اللقاء في بودكاست. انا الولايه راه مازال فيها بضعه شهور، مازال غنبقى ندير هذوك لي بودكاست اللي هي وسيله باش للمحاسبه، شنو وقع تحت قبه البرلمان، وشنو انا كان باش كنساهم انايا، لا بالاسئله الكتابيه لا بالمقترحات لا بالمواقف في البرلمان. فوالا، الى اللقاء.